انا مبلغ على الفساد من 2015 وانا مبلغ لحد 2019 اخر تبليغ 2019. في 2019 عملوا لي مجلس تاديب سوري طردوني من الخدمة. مشيت قدمت مطلب حمايه مبلغ على الفساد للهيئه اعطوني الحمايه في 2021. مشيت للمؤسسه باش يطبقوا قرار حمايه قالك لا مانيش مطبق. مشيت للوزاره اللي هو نص انه الوزاره والمؤسسه يطبقوه. الوزاره كيف قالك لا ما نطبقش. شكون نمشي باش يطبق القرار هذا؟ قالك ما نعرفش. تمشي للمحكمه الاداريه يقول لك القرار هذا راهو يلزم يطبق. هو من حقه انه يطعن فيه ومن واجبه انه يطبق. هو استعمل حقه وواجبه ما عملوش. هذه اول حاجه. ثاني حاجه السيد المدير العام تاع الشركه السابق المعمل تاعنا فالس وهو يشري في الكراهبي هذه يشري في المبل يشري في اللومش بتاع صغار على حساب المعمل ومعمل فالس روح المعمل تمشي باش تصلح حاجه ترمبه تطلع اي حاجه تمشي المجازه باش تجيب قطعه بسيطه راهي دينار 500 حقها ماهيش حاجه كبيره مش موجود تمشي وتشوف البياس الموجود في المجازه تاع كراهب يصلحوا في الكراهب تاع الديار معناها عنده حاجه فزت في داره ويهز يصلح كليماتيزارات تهمه ما فهم حد شيء تهمه انك انت غبت نص نهار على الخدمه اللي هو عندي حجه قلت له مدي مريض جبت لنا السيرتيفيكار مشيت هزيت مدي للطبيب مش جريمه راني كي نهز مدي للطبيب وما مش واقف على الخدمه وما تلهيش باصلاح الماكينه الفلانيه جبت لهم فيش دي ترافاي نعم صح فيه. في الديبار في الترمينيس تاع الخدمه هذه مش كلاهي بالخدمه جبت لهم الخدام وقلت لهم سيدي ما هو مش لاهي بالحاجه الفلانيه هاو نجيب شكون يشهد هنا يطيح التهمه ذي بالماء قالوا لي الشهود نتاعك جيبها من جهه اخرى هزها من جهات اخرى الشهود نتاعك بلغ على الفساد يعمل لك دوسي مفبرك يطردك وتجي غادي ما عندك تمشي تشكي للوزاره يقول لك ما عندي ما نعمل لك مدير العلاقه مع المواطن وزاره الصناعه بعد ما جات نحن راسلنا رئيس الجمهوريه عده مرات اول مره وسط المناسبه نتاعنا بعث لوزاره الصناعه قال لهم شوفوا حل المهندسين هذول شوفوا لهم حل حلوا لهم مشكلتهم يجي يقول المعامل البي دي جي هذاك المؤسسه راهي مؤسسته يعمل لها لحم يطردكم بكل حر ملك هي ملك الدوله باهي مشينا تحبوا معناها ترجعوا تخدموا ارواحكم تنسوا الفساد اللي هو شبح راه مش موجود الفساد راه شبح حرفيا الفساد راه شبح وتنسوا الفساد باش ترجعوا تخدموا اضطروا زملائي قالوا له ما يسالش سيدي نرجعوا نخدموا وما عادش نجبدوا الفساد مره اخرى ما دام نجبدوا الفساد يجرى له هذا رجعوا يخدموا بعد ما صار حد شيء انا بقيت لتو عندي 3 سنين ونص ديرنييرمون الجمعه اللي فاتت عاود كلمني نفس الشخص هذايا قال لي راهي وصلتني مراسله اخرى من رئيس الجمهوريه خاطرنا الحق راسلت برشا رئيس الجمهوريه هذاك علاش عاود كلمت مره اخرى إيه شنو المطلوب مني قال لي تحب ترجع تخدم تعمل التماس للرئيس المدير العام وتطلب السماح والفساد ما عادش تجبدوا وتقول راهي وضعيتي الماديه والاجتماعيه راهي صعيبه ياسر وسامحوني معناها معناها بلغه اخرى يجي سامحوني بربي خلينا نرجع نخدم قلت له معلم راني مانيش سياسي لا راني مش لمادي دين الله محسنين عندي قرار حمايه مبلغ على الفساد يجبركم باش ترجعوني نخدم على روحي انتم ما تحبوش تطبقوا القانون القانون بحول الله طبقوه هنا حقي نجبدوا من عينك حربيه هذه قلتها ومانيش ناكره وتجي باش نجبدوا باش نشكي حقي نجبدوا من عينك ناخذوا بالقانون باي طريقه ناخذوا يلي يبرمشي مد ايدك وادعي ربي ترجع تخدم اخوي طبق لي القانون فما قانون في البلاد ولا ما فماش قانون علي وعلى غيري انا مش راني مش ناكل بالقانون لا قانون مستعد نطبقه كان هنا مجرم داخلين الحبس اخوي عندي قرار حمايه ينص انه يتبلى انه يطبق طبقوا ورجعني نخدم على روحي ماكم قلتوا بلغوا القانون يحميك هاني بلغت القانون ما حمانيش بلغت على الفساد على المؤسسه مؤسستي غير عليها باش تفلس وفلست عندها 3 سنين ونص حابسه قالوا لي ايش دخلك تبلغ بلغت نلقى روحي انا البطال بعد جاني قال لي ايش دخلك انت ما تخلص ايش يهمك تخلص اسكت على روحك ما يهمكش معناها تبلغ وزاره الصناعه يقولوا لي انت باين الدوسي بتاعك مظلوم ورانا المره الاولى قلنا رانا خدينا القرار باش نرجعوه بعد ما صحش منه المجلس التاديب عارفينه مفبرك وعارفين اعضاء مجلس التاديب ما همش محايدين هي الحل شنو؟ ما نجموش نرجعوك نحن ما نجموش ناخذ القرار وزاره الصناعه ما تنجمش تاخذ القرار قلت لهم شكون وزاره الشراء قلت لهم ولا هو شكون يحكم قالوا لي ما نجموش ناخذ القرار